السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة بإذن الله بناء عن طلباتكم لما نزلت الفيديو بتاع خلطة ترهلات الثدي، كتير بنات كتبت لي عاوزين حاجة لتكبير الثدي. طبعا انا ما اقدرش اتأخر عليكم، لما الاقي في طلبات كتير متكررة لازم اعملها على طول. النهاردة بإذن الله طبعا برضو كان في طلباتكم إن الوصفة تكون سهلة وبسيطة وفعالة في نفس الوقت، فبحب أنفذ كل اللي انتوا بتقولوه. بإذن الله الوصفة بتاعتي بسيطة جدا النهاردة، لكن مفعولها حلو قوي، وهقولكم طبعا على طريقة تحضير الوصفة بتاعتي والطريقة الصحيحة اللي ممكن تجيب نتائج معاكي بسرعة جدا ومرضية بإذن الله. بس عاوز اقول اللي اول مرة يشوف القناة بتاعتي ما ينساش يدوس على زر اشتراك، وكمان يدوس على الجرس اللي جنب كلمة اشتراك عشان يوصلك الفيديوهات الجديدة اول ما تنزل ان شاء الله. ولو سمحت ما تنساش تحط لايك للفيديو لتشجعني. طبعا خلطتي زي ما شفتوا كده في العنوان هي بمية الورد، بس احنا هنعمل مشروب وكمان هنعمل خلطة تدهني بيها صدرك او الثدي الصغير. وكمان عاوزه اقول لكم ان الخلطه اللي معايا تنفع كمان للمؤخره، هي مش خلطه، هي عباره عن ميه الورد بس. زي ما انتم شايفين طبعا ميه الورد دي بنجيبها من اي سوبر ماركت او حتى من عند العطار، زي ما انتم شايفينها كده بنستخدمها للحلويات. هتعملي بيها ايه؟ طبعا هتحطيها في ازازه بخاخه زي دي، وممكن برضو من غير بخاخة، بس البخاخة بتسهل عليكي ان انتي ترشيها على منطقة صدرك كلها من فوق ومن تحت مرتين، يعني مرة الصبح ومرة قبل ما تنامي بالليل. ده بيكبر الثدي جدا، مية الورد بتكبر الثدي جدا. وكمان المشروب اللي انا عاوزاكم تشربوه هي من مية الورد برضو. المشروب بتاعي هو مش عبارة عن مشروب ولا حاجة، هي المية اللي انت بتشربيها خلال اليوم. يعني انت بتشربي مثلا، المفروض اي انسان يشرب من 6 كوبايات لتمن كوبايات في اليوم على الاقل خالص. اشربي من التمن كوبايات بتاعتك اللي في اليوم 4 كوبايات متضاف لها معلقة من مية الورد، يعني كل كوباية زي دي متضاف لها معلقة من مية الورد. وممكن كمان تسهلي على نفسك الموضوع، يعني تعملي ازازة بتاعتك كده مثلا، تكوني انتي معايراها عارفاها ان هي 2 او 3، وتضيفي وتشربي منها على طول. طبعا بتبقى طعمها حلو جدا، بتقدري تستمري عليها طبعا بإذن الله، ليها نتائج هايلة. عاوزة اقول لكم على ملحوظة صغيرة جدا، الوصفة دي هتأثر مع كل البنات طبعا والسيدات، بس الملحوظة اللي انا عاوزة اقول لكم عليها ان لو هرموناتك او هرمونات الانوثة قليلة مش هتأثر معاكي قوي. انصحك، انا كنت عاملة فيديو حلو خالص او مشروب حلو خالص لزيادة هرمون الانوثة، بيزيد من هرمون الأنوثة وكمان بيكبر منطقة الثدي جدا. أنصحك برضو تشوفي الفيديو ده، هيفيدك لو أنت عارفة نفسك أو محللة وعارفة إن الهرمون ده قليل عندك. هسيبلك الفيديو ده في صندوق الوصف، الفيديو ده في قناتي التانية، أنصحك تشوفيه برضو لو محتاجاه. أما أي حالة تانية عارفة إن مفيش يعني الهرمون كويس عندها او كمان محللة والدنيا تمام الحمد لله، يبقى الوصفة دي تمام جدا معاكي، وفي خلال اسبوع بإذن الله هتحسي ان جابت نتائج. وطبعا استمري عليها مثلا حوالي شهر او شهر ونص علشان النتائج المطلوبة، ويا رب تجربوها. ومتنسوش كمان شير للفيديو عشان كل البنات تستفاد زيك، واشوفكم ان شاء الله فيديوهات جاية على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.